كنتكلموا على واحد المنطقه اللي عرفت الاستقرار ديال السعوديين، يعني كنهضروا على مدينه في القرن 16 وما قبل القرن 16. علماء ترودنت وعلماء تيوت يتلاقون كثيرا منذ دخول الإسلام إليهم. هذه المدرسة توصل الفقه حتى باللغة الأمازيغية. تيوت في موقعين استراتيجيين، هي البوابة التي يدخل منها من جاء من سوس إلى الأطلس الصغير، وهي لا تبعد عن ترودنت إلا بثلاثين كيلومترا، وبالتالي فهي محط الرحلات المختلفة التجارية والعلمية والصناعية والتجارية، يعني بصفة عامة. تيوت المساحة ديالها تقريبا 187 كيلومتر مربع، السكينة ديالها تقريبا 3000 نسمة. الخصوصية ديالها أنها أولاً كان عند قدم الجبال ديال الأطلس الصغير، وكذلك أنها واحد المنطقة اللي كتجمع بين الجبال والواحد النخل وفي نفس الوقت الغابة ديال الأرقان. هاد الخصوصية عطتها واحد الميزة خاصة، خصوصاً وأننا كنتكلموا على واحد المنطقة اللي فيها الماء، وملي كنتكلموا على الماء يعني كنتكلموا على الخير في مختلف التجليات ديالو. وتبارك الله تيوت واحد النموذج ديال المناطق المتنوعة في التشكيلات الشجرية اللي فيها، فيها النخل، فيها الرمان، فيها الزيتون، فيها الليمون، فيها كذلك الخضار على مختلف الأنواع ديالها. تركيبتها السكانية يعني فيها أخلاط أهل تيوت الأصليون والذين نزحوا من الجبال والذين جاءوا من مناطق مختلفة واستوطنوا تيوت، فكان وحتى جالية يهودية هامة كانت هناك ونشرت لأنواع مختلفة من الصناعة، ما يتعلق بالجلد، ما يتعلق وكذلك أيضا بالزراعة، وما كل ما يتعلق بما يحتاج إليه المتاجرون يوجد في تيوت، وبالتالي فهي ممر ومحط بين ترودنت وإقلي. كنتكلموا على واحد المنطقه اللي عرفت الاستقرار ديال السعوديين، وكنتكلموا على واحد المنطقه اللي كتعتبر اللي اعتبروها الكتاب ديال التاريخ اللي مروا من هذه المنطقه هذه انها مدينه، يعني كنهضروا على مدينه في القرن 16 وما قبل القرن 16. فاش كتجلى هذه المدينه، اولا الى درنا واحد الفحص لمختلف المعالم التاريخيه والاثريه اللي كاين في المنطقه، كنتكلموا على واحد المنطقه اللي فيها بزاف ديال المقابر. الا كنهضروا على بزاف ديال المقابر يعني كنهضروا على بزاف ديال الناس. كنهضروا على واحد المنطقه اللي كل دوار كنلقاو فيه مسجد ديالو، صهريج ولا شوارج خاصين ديالو، مجال غابوي خاص ديالو. كنهضروا على واحد المنطقه اللي عرفت انتشار الظاهره ديال الحمامات العموميه، وهذا هي حاله على اننا كاينين في مدينه بمختلف الخصوصيه ديال المدينه. من الناحية التاريخية فهي قد أعطيت لها أهمية كبيرة في العهد السعدي، بالخصوص نظرا لكون أول اتفاقية عقدت فيها من أجل المبايعة للقائم بأمر الله كان الاتفاق في تيوت، ثم وقعت البيعة في تلس فيما بعد، وبالتالي فقد أولاها السعديون أهمية كبيرة فأنشأوا فيها معالم تاريخية وما زالت قائمة إلى يومنا هذا. إلا غنهضروا على القصبة الأثرية ديال تيوت ولا أكادير تيوت ولا أكادير نبلان، هو واحد المركز ديال القيادة. في الأساسات ديال هذه القصبة الأثرية كيقولوا مختار السوسي بأنهم لقوا واحد العملة ذهبية اللي كتعود لعهد الموحدين. وهنا كاين اختلاف، كاين اللي كيرجع لهذه القصبة لعهد الموحدين، كاين اللي كيربطها بالمرابطين، وكاين اللي كيربطها بالسعديين، ولكن الأكيد والمؤكد أن هذه القصبة قديمة وقديم جدا. الى ان المميزه ديالها انها بحال باقي القصبات، واحد القصبه اللي فيها تقريبا محاطه بثلاثه الاسوار،
منتشرين فيها مختلف المرافق اللي كيكونوا في القصور الكبار، فيها المجالات فاش كتخزن المؤونة، فيها المجالات ديال الحكم وفاش كيتنظموا الجلسات، فيها القاعات ديال استقبال الضيوف، فيها كذلك السجون اللي ممكن اللي دار شي مخالفة ممكن يكون كذا، فيها كذلك المطفيات فاش كانت كتخزن الزيوت ومختلف الأشكال ديال المؤونة. واحد المنطقة اللي كانت كتستقبل الوفود اللي كيجيو للمنطقة، وخلاص يعني إلا غنهضروا على الحكم والقيادة دائما ممكن يديروا إحالة للقيد التيوتي كآخر واحد حكم كان في القصبة الأثرية ديال تيوت، ومن بينها المساجد، وأذكر بالخصوص مسجد قصبة تيوت الذي ما زال شاهدا على ذلك بعمرانه الذي يشبه إلى حد كبير عمران المسجد الأعظم بترودنت. أما من ناحية العلمية باختصار فتيوت أيضا هي محط كثير من العلماء، فأذكر بالمثال يعني إذا قمنا بجولة في تيوت سنجد أضرحة وصالحين في كل مكان، كل مدشير من مدشير تيوت يوجد فيها صالحون وأكثر من صالحين، مثل مثلا في قصبة تيوت سيدي حسن بن عثمان التملي، سيدي الحاج حماد بن عبد الرحمن التملي، في أنمر مثلا سيدي محمد بن علي، وفي نواحي أخرى سيدي صالح وسيدي وغيرهم، ما زال الناس يعرفون قيمة هؤلاء ويحيطونهم بعناية ويتبركون حتى بهم. ثم ما يتعلق بقضية نشر العلم، فلا يخفى على أحد أن سيدي الحسن بن عثمان التملي قد استخدمه السعديون منذ المبايعة للقائم بأمر الله، فجاء إلى تيوت واستوطن تيوت، فأصبحت تيوت منذ ذلك العهد مدرسة الأمراء، ومنها تعلم محمد الشيخ السعدي على يد محمد سيدي الحسن بن عثمان التملي وكذلك بعض أبنائه، في حين مثلا أحمد المنصور الذهبي وهو من علامة من علماء ترودنت أخذ العلم في ترودنت ولكنه لم يفرط في تيوت، فكانت منتجعه الذي ينطلق إليه من حين لآخر، فهي متنفس بالنسبة لأمراء السعديين، متنفس لعاصمتهم هذه ترودنت. ثم نذكر كذلك أيضا سيدي الحاج أحمد بن عبد الرحمن التملي الذي كان إماما لمحمد لسيدي الحسن الأول ما يقرب من 5 سنوات، فهو في ضيافة الحسن الأول برغبة من المولى الحسن الأول، فكان يصلي به يعني 5 صلوات، ثم بعد ذلك يعني استعطفه أن يصلي به صلوات النهار فقط ليترك له الليل، لأنه يشتغل بالكتابة وإنشاء الشعر والصلح بين الناس وإلى آخره، وفي نهاية الأمر استعطفه أن يعود إلى ترودنت، إلى أن يعود إلى مسقط رأسه، فأجاز له الأمير المولى الحسن أن يعود، فعاد إلى ترودنت وكلفه فيها بأن يدرس الحديث بالمسجد الأعظم وأن يورق الحديث بسيدي وسيدي، وفي عند قرب نهاية حياته انتقل لزيارة تيوت فقط لأن ولده في مدرسة من مدارسها العتيقة، وهي التي كانت من قبل مدرسة الأمراء في عهد السعديين، فلما أعجبه جو تيوت ومياهها ومناظرها ووجد فيها بغيته استوطنها حتى توفاه الله وما زال ضريحه مقابلا للمسجد الذي بناه السعديين في تيوت. تعمل على هذا الدمج، فهي توصل الفقه حتى باللغة الأمازيغية، باللغة الأمازيغية، بل هناك كتب كتبت نثرا ونظما في الفقه المالكي حتى يتشبع الناس كلهم، حتى من لا علم له بالعربية، حتى من لا يتعلم حروف الهجاء يتمكن من التشبع بالثقافة الإسلامية أو بالفقه المالكي عبر
الكتب التي كتبت وعبر المنظومات التي نظمت، وعلى سبيل المثال نظم سيدي محمد علي أوزال الذي نظم مختصر الشيخ خليل، فتخرج عليه أفواج من الرجال والنساء الصغار والكبار. فمن امتلك الآليات اللغوية العربية يستطيع أن يغوص في الكتب التي كتبت بالعربية، ومن لم يحالفه الحظ يستطيع بلغته الأم بلغة الأمازيغية أن يكتشف الكنوز المتعلقة بالفقه والمتعلقة بالمعاملة والمتعلقة بالسلوك في الكتب الأخرى التي قدمها علماؤنا الأجلة تيسيرا وتسهيلا وتذكيرا وإشعاعا. تيوت وترودنت مدرسة مختلطة إن صح هذا التعبير، هي مدرسة ذات جذور مترابطة فيما بينها، نظرا لعدم وجود مسافة بعيدة بينها، نظرا كذلك لما تلعبه تيوت من متنفس لترودنت، فعلماء ترودنت وعلماء تيوت يتلاقون كثيرا، وبالتالي فكما قلت سابقا فلم يخرجوا عن التوابت التي اعتنقها المغرب منذ دخول الإسلام إليه، وبالخصوص ما يتعلق بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وإمارة المؤمنين، وكذلك الجانب التربوي الذي يتعلق بالجانب السلوكي وهو المعتمد على الجنيد، على طريقة الجنيد السالك، في فتجد في المنظومات التي يتداولها العلماء منذ القدم إلى الآن تتركز على هذه التوابت التي حصنت إلى حد كبير جدا تيوت، مما يمكن أن يكون قد شاب بعض المناطق الأخرى التي لم تتأثر بها تيوت، وإلى يومنا هذا فما زالت معالم ذلك قائمة. الغابة ديال تيوت فيها باقي لي تراس ديال الساقية ديال الماء اللي كانت كتدي لما حتى المعمل ديال السكر اللي كاين في تازمرت. وكذلك الخصوصية ديال تيوت أنها كانت يعني مركز الاصطياف ديال الأمراء ديال السعديين.